وهنا الحافلة تنعطف يسارا إلى أسفل شارع جانبي، والفتاة تلقي نظرة سريعة على مجلس مدينة البلدة وهنا تشهق. مجلس المدينة يحترق. أهلا بكم بعالم تغزور وحوش بكل مكان، أكلنا بندنا تصطي في كل الأزمان. مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ It's me Dorito. فيديو اليوم يا أصدقاء عن الـ SCP-3583 باص الجحيم. إن قصة اليوم ممتعة جدا، ولذلك قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا اللايك. والآن لنبدأ. الجرس النهائي يرن دالا على نهاية اليوم الأول لصف جديد في المدرسة الإعدادية. تظهر فتاة في المبنى وحقيبة ظهرها تتدلى على كتفها جسد منحن تحت وزن ثقيل. لقد كان يوما طويلا ومتعبا أيضا. لقد انتقلت عائلتها للتو إلى بلدة أوكلاهوما الصغيرة، وبالطبع منذ ذلك الحين هي تقضي كل دقيقة محاولة التأقلم مع محيطها الجديد. إنه ليس من السهل أبدا أن تكون الطفل الجديد في البلدة. كل ما تريد أن تفعله الآن هو العودة إلى المنزل والاسترخاء. لا تريد أن تفكر بالمدرسة والتوترات هناك. بينما تنزل على الدرج ترى حافلة المدرسة مركونة على حرف الرصيف، وقالت حمدا لله. لا تطيق الانتظار حتى تخرج من المدرسة وتعود للمنزل، فهي تريد بسرعة أن ينتهي هذا اليوم. لكن لسبب ما شيئا ما حول هذه الحافلة أقلقها جدا. ما هي المشكلة؟ لا يوجد شيء خاطئ بشكل واضح حول هذه الحافلة، ولكن عندما تنظر بشكل أقرب تدرك أنه بالتأكيد يوجد شيء ما غريب. الأجزاء المختلفة من الحافلة لا تبدو منطقية. بعض الأجزاء جديدة ومن الواضح أنها من المصنع، بينما أجزاء أخرى لديهم ضربات وكدمات أيضا ويبدون قديمين، وحتى أن بعض الأجزاء تبدو أنها آتية من أنواع سيارات أخرى. وهنا بدأت بالتفكير، أعتقد أنه ليس بهذه الغرابة. ففي النهاية مدرستها القديمة لطالما كان لديها ميزانية سيئة، عمليا باستطاعتك رؤية الطريق عبر فتحة في الأرض في بعض الأحيان. وعلى الأرجح حافلتها الجديدة ليس لديها نفس المشاكل تماما. وفكرت أيضا أنه على الأرجح المدرسة كان عليها شراء هذه الحافلة القديمة والسيئة، لأنهم لا يستطيعون تحمل نفقات حافلة جديدة. وإلى جانب هذا هي تفكر بينما تشاهد زملائها يدخلون إلى الحافلة الغريبة دون التفكير حتى. لا أحد من الأطفال الآخرين يبدو أنه يفكر بأنه هنالك أي شيء غريب في هذه الحافلة. لابد أن هذا كله في رأسي فقط. على الأرجح أشعر بالغرابة لأنني متعبة جدا. لا يمكنني أن أدع نفسي لأصبح الفتاة الجديدة والفتاة الغريبة أيضا. وهنا الفتاة تفزع عندما تسمع صوتا من خلفها يقول مرحبا. وهنا تستدير وترى الفتى الذي تعرفت عليه والذي يجلس خلفها في الصف. لم يتحدثوا من قبل ولكنه يبدو ودودا بما يكفي. أنت الفتاة الجديدة في هذه المدرسة، ألست أنت؟ أجل، لقد انتقلت عائلتي للتو إلى هذه البلدة. وبينما تحاول التكلم معه لكنها لا تستطيع التوقف عن التفكير في تلك الحافلة الغريبة. صحيح صحيح. وهنا الفتى يلقي نظرة سريعة على الحافلة وكأنه يستطيع الشعور بعدم راحتها. أنت قلقة حول الحافلة؟ لقد كنت متوترا بشدة في المرة الأولى التي ركبت فيها، ولكنني الآن لا أقلق حيالها أبدا. سوف تعتادين عليها. وهنا قالت له أجل صحيح. وهنا الفتاة تشعر بأن خديها يصبح لونهم أحمر، أي خجلت منه. ولا تريد أيضا أن يفكر زملاؤها أنها خائفة من ركوب الحافلة. ماذا إن أخبر الأطفال الآخرين أنها مرتعبة من ركوب الحافلة؟ جميعهم سيعتقدون أنها طفل مدلل. لست خائفة من الحافلة، إنها مجرد حافلة، أليس كذلك؟ وهنا الفتى يبتسم وكأنه يعرف شيئا ما هي لا تعرفه. لا تريد الفتاة أن تعترف بخوفها من هذه الحافلة، ولذلك بخطوة جريئة بدأت بصعود الدرج ودخلت إلى الحافلة. وعندما أصبحت فيها عدم ارتياحها لا يمكن إخفاؤه. الشيء الأول الذي سوف تلاحظه هو أنه لا يوجد أي أحد على مقعد السائق. أمر غريب، هل نزل السائق لاستخدام الحمام أو شيء من هذا القبيل؟ يبدو أن هذا السائق غير مسؤول لترك الحافلة هكذا بدون مراقبة. هنالك طابور أيضا يتشكل خلفها، لذا لا تملك الوقت لتفكر بهذا. وهنا تجلس وتحدق من النافذة لوحدها. وهنا الفتى من الصف تبعها وجلس بجانبها. إنه أمر غريب جدا في البداية، لكن ثقي بي سوف تعتادين عليه بسرعة. وهنا الفتاة ترمش بارتباك، من هذا غريب الأطوار الذي يستمتع بركوب الحافلة؟ فلقد استغربت.
تريد تقريبا أن تنفجر في وجهه لتخبره إنها بالطبع ليست خائفة من ركوب الحافلة، فلقد ركبت الحافلة مئات المرات في مدرستها القديمة، ولكن في الوقت نفسه بالتأكيد يوجد شيء ما غريب يحصل هنا. وبالقدر الذي تحاول به أن تكون هادئة، فمن الواضح أنها غير قادرة على إخفاء مشاعرها، وهذا الفتى يستطيع بسهولة الشعور بأنها غير مرتاحة. وفجأة تشتغل الحافلة وتبتعد عن حافة الرصيف، ولكن انتظر، كيف يمكن أن يحدث هذا؟ لم ترى السائق أبدا يعود إلى مقعده، وطبعا لا يمكن للحافلة أن تقود نفسها، أليس كذلك؟ وهنا تقف في مكانها وترفع عنقها لكي ترى، وهنا عينيها تبرز من وجهها بخوف ودهشة، بينما تدرك أنه في الواقع لا يوجد أحد على الإطلاق يقود الحافلة، فمقعد السائق فارغ تماما، والعجلة تدور بنفسها، بينما الحافلة تمشي على الطريق، وهنا صرخت: من يقود الحافلة؟ ولكن الأطفال الآخرين بالكاد حتى تفاعلوا مع خوفها، فأغلبهم كانوا يتجاذبون أطراف الحديث فيما بينهم، وفقط واحد أو اثنين يستديرون لينظروا إليها، ومن ثم يعودوا لمحادثاتهم الخاصة. وهنا سمعت أصوات ضحكات نبهها إلى حقيقة أنها أحرجت نفسها بالكامل. ما المشكلة؟ أنت خائفة؟ وهنالك فتى آخر قال لها: بالطبع لا أحد يقود هذه الحافلة، ألا تعلمين أي شيء؟ وهنا قال الفتى صديقها: اتركها وشأنها، إنها المرة الأولى لم تركب الحافلة من قبل. كانت مرتعبة جدا لتصحح له أنها نعم لقد ركبت الحافلة من قبل، ولكن ليست حافلة مثل هذه. ماذا يحدث؟ جميعنا سوف نموت. وهي تبكي متشبثة بالمقعد الذي أمامها برعب. بصرف النظر عن خوفها لا يسعها إلا أن تلاحظ أن الحافلة ليست مسرعة تماما، فالحافلة كانت تتبع كل قوانين المرور، التوقف على الإشارات، وحتى أنها تشير قبل الانعطافات. إنها تقريبا كما لو أن هذه الحافلة حية تماما ومدركة لما تفعله. هكذا هو الأمر، هذا الذي قاله الفتى بجانبها بصوت واقعي كما لو أنه توقع سؤالها. من الواضح أن هذا يوما عاديا جدا للأطفال هنا في بلدة أوكلاهوما. لا تعتقد الفتاة أنه بإمكانها على الإطلاق الاعتياد على هذه الحافلة، لكن ربما تريدين إغلاق عينيك قريبا. وهنا سألته الفتاة ما الذي يعنيه بهذا، ولكن قبل أن يستطيع الإجابة تشعر الفتاة بموجة غريبة من غثيان مفاجئ يتغلب عليها. تصبح رؤيتها مشوشة والعالم كله يبدو أنه يتحرك، ولكن الإحساس ينتهي بسرعة وكل شيء يعود بسرعة إلى طبيعته. وهنا تستدير لترى من النافذة. المدينة التي تعبر بها تبدو مألوفة، تستطيع التعرف على العديد من الأبنية المتشابهة التي مرت بها في طريقها صباحا، ولكن الآن تبدو مختلفة بشكل غريب، فالأبنية بمرحلة متقدمة من السوق مع نوافذ محطمة وأبواب مغطاة، المزاريب مليئة بالقمامة والحطام، والطرقات تبدو مهجورة. وهنا الحافلة تنعطف يسارا إلى أسفل شارع جانبي، والفتاة تلقي نظرة سريعة على مجلس مدينة البلدة، وهنا تشهق. مجلس المدينة يحترق. كميات كبيرة من شعلة محترقة حمراء تخرج من النوافذ المحطمة، وأيضا تسمع صوت صفارات الإنذار في كل مكان، والأجواء مليئة بغيوم عاصفة غاضبة مع صواعق متعرجة من برق جاف بين السحب الرعدية. يا إلهي، هل أصبح في المرعب؟ ربما يا زينجو. وهنا الحافلة أخيرا تتوقف قليلا أمام المكتبة وتمشي مع إشارة المرور. نوافذ المكتبة سوداء، ولكن يمكنها بغموض رؤية أشكال تتحرك في الداخل. شرارات كهربائية تنطلق من مصابيح طرقات معطلة، وكابلات تسقط مثل الثعابين الغاضبة في الطريق. تبدو وكأنها كارثة طبيعية رهيبة قد ضربت المدينة، ولكن ماذا يمكن أن يكون؟ وبالتأكيد كانت لتسمع بعض التحذيرات بينما كانت في المدرسة، إن كان يوجد حقا كارثة ما، فلن تبقى الأمور في المدرسة كما هي المعتاد إن كان العالم في الخارج يحترق. وهنا تستدير إلى الفتى بجانبها بسؤال مقلق على شفتيها المرتعشتين. يبدو أنه يعرف ما الذي يحصل هنا، وإلا كيف يستطيع أن يكون هادئا جدا بينما كل شيء في الخارج يتساقط أو يحترق؟ ماذا حصل للمدينة؟ هل كان هنالك هزة أرضية؟
لا، لكنا قد شعرنا بها. هل هنالك بركان؟ فكل سيناريو لكارثة يمكن أن يمر في رأسها بينما تحاول فهم الأمر، وفي النهاية فقدت الأمل في تفسير ما الذي يحدث. ولكن ما يحصل تاليا يظهر لها أنه لا يوجد تفسير طبيعي للمشاهد الغريبة التي تراها بعينيها، بينما تشاهد عبر النافذة سرب من جنود مسلحين يسيرون أسفل الشارع باتجاه المكتبة حالكة السواد. فجأة الأبواب تفتح ويخرجون الأشخاص صارخين كما لو أنهم ملاحقين من قبل نوع من الأشرار. الفتاة تتوقع أن الجنود يجب أن يكونوا هنا من أجل الإغاثة في حالات الكوارث، ولكنها ارتعبت عندها، فبدلا من مساعدة زبائن المكتبة الهاربين، عوضا عن ذلك كانوا جنود يطلقون النار عليهم. وهنا الفتاة تصرخ برعب، ولكن الأطفال الآخرين بالكاد حتى لاحظوا هذا، إنهم مشغولون جدا بالتحدث والضحك. طفل واحد غير مهتم أبدا بالمشهد في الخارج حيث يلعب بجهاز ألعاب محمول بدلا من أن يشاهد هذه المذبحة. كيف يمكن لهذا أن يحدث؟ هل العالم بأسره أصبح مجنونا؟ وهي مليئة بالخوف تتساءل، هل البلدة بأكملها تحت الحصار؟ وهل بيتها لا يزال صامد؟ وهل والديها بخير؟ وأيضا إلى أين سوف تأخذها هذه الحافلة؟ أخبرتك أنك ربما تريدين إغلاق عينيك، والحافلة هنا تكمل طريقها عابرة بكل أنواع المشاهد المرعبة. موقف سيارات قد تحول إلى مقبرة جماعية. تشاهد شرطة مرتدين زيا موحد يوقفون مدنيين بريئين أمام حائط قرميدي ليعاقبونهم بعنف عن طريق مجموعة إطلاق النار. أعمال شغب جماعية تحدث في حديقة البلدة المركزية، وهنا الناس غاضبون ويقذفون بعضهم بالثمار، بينما شرطة قوى الأمن تكتسح لتصعد الوضع. الهواء مملوء بالصراخ، إطلاق رصاص، ورائحة جثث تحترق، ومركز التسوق مليء بعناكب عملاقة والتي تطارد المتسوقين الصارخين للخارج. وترى أيضا جرذانا بحجم سيارات تخرج مسرعة من الزقاق ممسكة أشخاصا عشوائيين بكفوفهم ذات المخالب، ويعضون رؤوسهم بقواطعهم الحادة. وتستطيع أيضا أن ترى ظل لمخلوقات أغرب والتي لا تستطيع حتى أن تتعرف عليهم، ربما ديناصورات، مخلوقات فضائية، أو حتى شياطين. وبينما هي مدهوشة العديد من الأطفال الآخرين مسرورين، بينما الحافلة تسير عبر مجموعة من جثث متحركة. إنهم مشوهون ونصف متحللون، ولكن بطريقة ما لا يزالون يتحركون. وهنا تتساءل، كيف يمكن للأطفال الآخرين أن يستمتعوا بهذا؟ أجل أجل أجل، زومبيز، الزومبيز يسيطرون، ربما سيجب عليك أن تشاهديهم مع بعض الأدمغة لمرة. ماذا يحدث؟ إنها فقط رحلة الحافلة الاعتيادية، لا تقلقي، لقد شعرت بالشيء نفسه عندما بدأت في هذه المدرسة، لكنها حقا ليست سيئة جدا، أقصد أنها نوعا ما مرحة، أليس كذلك؟ وهنا تفتح الفتاة فمها لتجيب، ولكن فجأة يتغلب عليها ذلك الشعور المألوف من الغثيان. العالم يرتجف لفترة قصيرة وكل شيء يعود إلى ما كان عليه. السماء صافية زرقاء والأبنية لم تعد مهدمة، والناس تملأ الطرقات يقومون بأعمالهم المعتادة. لا توجد أي إشارة أنه كان يحدث أي شيء غير طبيعي، لا يوجد حرائق ولا جنود ولا حتى وحوش. وقال الفتى بجانبها، لابد أنهم قد وصلوا إلى محطة أحد ما. وهنا تسمع في الحافلة أصوات أطفال آخرين يتأوهون بإحباط، كانوا يأملون بأنهم سيرون مذبحة الزومبيز المثيرة، ولكن يبدو أن هذا العرض عليهم أن ينتظروه مرة أخرى. الحافلة تتوقف ببطء والفتاة تتوتر بينما تسمع صوت المكابح. الباب يفتح والفتاة أدركت أن الحافلة قد توقفت أمام منزلها. إنها مرتاحة لرؤية منزلها ثابت، وتستطيع أيضا أن ترى أمها تعمل في الفناء الأمامي. هل كان كله حلم؟ أوه، هذه محطتي. المرة الأولى هي دائما موحشة قليلا، لا تقلقي، غدا سيكون أسهل. وهنا الفتاة تخطو على الرصيف وتبتعد عن الحافلة. الباب يغلق والحافلة تبتعد. هل استمتعت بيومك الأول في المدرسة؟ ولكن الفتاة فقط تستطيع التحديق بصدمة بينما الحافلة تغادر بعيدا. ما الذي حدث للتو؟ هل فقط أخذتها حافلة تقود نفسها بنفسها بجولة داخل الجحيم؟ أو أنها حقا فقط تخيلت تلك التجربة بأكملها؟ هذه الفتاة الجديدة في المدرسة لم تتخيل أبدا أن هذا الشيء هو المخلوق الـ SCP-35-83. فهذا المخلوق
يشبه حافلة مدرسة عادية، وإن كانت مكونة من أجزاء عشوائية تماما كلها مجموعة معا من قبل قوى مجهولة، والحافلة تقود نفسها، وفي الواقع تقاوم أي محاولة من قبل إنسان يحاول أن يقودها. وفي بعض الأحيان SCP-3583 يصبح مرتبطا بمدرسة محددة في بلدة أوكلاهوما لأسباب غير معروفة، وإن حتى منظمة SCP لا تفهم هذا. كل يوم مدرسي في الساعة 3:45 مساء تظهر هذه الحافلة خارج المدرسة عندما يقارب اليوم المدرسي على الانتهاء. الحافلة تتسع ل56 طفلا، وإن رأت الحافلة أنه لا يوجد أطفال كافين فسوف تبدأ بالتزمير، والجرس لديه أيضا تأثير منوم غريب على كل الأطفال الذين يسمعونه، فسوف يكونون مجبورين على ترك أي شيء يفعلونه وسوف يركبون الحافلة مباشرة. وهذا يعني أن هذه الحافلة لديها خصائص شاذة غير معروفة، وإذا بقيت الحافلة تشعر أنه لا يوجد عدد كاف سوف ترفع صوت الجرس حتى يأتي أطفال آخرون، ومن ثم تبدأ برحلتها. وإن SCP-3583 لديه نمطين متميزين من السلوك، إذا أربع بالغين أو أقل يوجد بها فإن هذا المخلوق سيدخل في نمط السلوك الأول، وفي هذا النمط سيجرد هذا المخلوق من المادة ويدخل في واقع موازن يدعى بالـ SCP-3583-A، وهو ظاهريا يشبه الجغرافيا الطبيعية لبلدة أوكلاهوما مع بعض الأشياء الثانوية، والبقع الخضراء الاعتيادية للمدينة سيحل محلها بديل جهنمي مليء بالهندسة المعمارية السيئة والمتداعية مثل وحوش كثيرة، زومبيز، حرائق وكوارث طبيعية ونماذج عن عنف من الجنود واضطرابات مدنية وأعمال شغب، فإن هذا المخلوق سيسافر عبر هذا البعد الجهنمي المرعب. وإن الحافلة تطيع بشكل غريب كل قوانين المرور وتتوقف لتدخل مجددا واقعنا المعتاد فقط لتوصل الأطفال إلى منازلهم، وإذا خمسة بالغين أو أكثر في هذه الحافلة فإن هذا المخلوق يدخل نمط السلوك الثاني، وفي هذا النمط سيسافر المخلوق إلى مواقع حوادث خسائر بشرية، وإنه سيدور في هذه المنطقة تقريبا 45 إلى 100 دقيقة، وبعد ذلك سيدخل النمط الأول موصلا كل الركاب إلى منازلهم. وإن الركاب داخل هذه الحافلة يستطيعون التقاط الصور أو الفيديوهات عبر نافذة الحافلة، وكل الشرائط المصورة من داخل SCP-3583 تتطابق تماما مع أرشيف الشرائط المصورة مأخوذة في موقع الخسائر البشرية. ومدير المدرسة لاحظ أن هذا المخلوق لديه سجل آمن أفضل من أي سائق بشري، بالإضافة أنه لا يمرض أبدا ولا يتأخر أبدا على الانصراف والتسليم أو التوصيل. كل طالب قد تلقى جولة في SCP-3583 قد وصل بأمان، والأفضل من كل ذلك أن هذا المخلوق يوفر على المدرسة الكثير من النقود مثل أجار السائق وصيانة الحافلة. وعلى الرغم أنه لا يزال بعض الركاب حساسون جدا من هذه الرحلة فسوف يغلقون أعينهم وحتى أذنيهم إلى أن يصلوا إلى المنزل بأمان. وإن منظمة SCP علمت عن هذا المخلوق في أول مرة عندما بدأ الطلاب بنشر فيديوهات عن جولاتهم عبر الانترنت، وبالرغم من هذا إن منظمة SCP قد مسحت بنجاح جميع المعلومات حول SCP-3583 من على الانترنت، وعملاء المنظمة إلى حد الآن هم غير قادرين على تفسير دافع أو حركات SCP-3583. وإن محاولات تقليدية لاحتواء هذا SCP مثل احتجاز الحافلة أو جرها إلى ساحة الخردة هي محاولات غير مجدية، فإن SCP سيتجرد فورا من المادة ويتحطم إلى أنقاض، ولكنه يعود دوما في اليوم التالي وكأن شيئا لم يحدث. في البداية قرر عملاء المنظمة إغلاق المدرسة المعنية، ولكنهم كانوا خائفين أن هذا الأمر سيزيد المشكلة فقط، لذلك الآن هم فقط يراقبون الوضع. ولدى المنظمة أيضا عملاء عديدون في كل مكان داخل وخارج المدرسة، وطبعا بسبب صعوبة الاحتواء فإن تصنيف هذا SCP هو كيتر. حسنا يا أصدقاء، أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. في أمان الله. أهلا بكم بعالم تغزور وحوش بكل مكان، أكلنا بندنا تستطيع في كل الأزمان، ليست كوابيسا ولديها جواسيسا تنشر الرعب فينا ولن يبقى للأمن بصيصا.